مع الأسف الشديد النهارده بنصحى ومصر بتصحى على كارثة من الكوارث اللي اتعودت عليها مصر للأسف، وهي إن مصر تحولت إلى سرادق عزاء كبير. النهارده عندنا ضحايا قطار في هذه الحادثة اللي وقعت في ترعة في الدقهلية. الأول أول حاجة قال لك إيه يا باشا؟ أول حاجة قال لك المفروض ان ده ميني باص يا جماعه. انا بس عايز انا الحقيقه عايز اعرف هو ميني باص ولا باص، لان انا يعني في نقطه جوهريه في المساله هنا، في نقطه جوهريه في المساله، ميني باص ولا باص؟ في الاخر طلع ميني باص. طيب الميني باص ده حسب ما اتعلمت بقى اتعلمنا يعني، وحسب مركبنا كنا بنركب ميني باص في مصر طبعا، انه الساعة بتاعته في 24 وفي 26 اذا كنت لسه فاكر يعني، او 28 حاجة زي كده يعني، ساعة الكراسي واحد مش عارف 24 واحد 28، ده الساعة بتاعته. لما الاقي عدد الضحايا والمصابين يتجاوز ال 45، 24 يعني شهيد ان شاء الله ومش عارف كام و20 مصاب، طب دول كانوا فين ازاي؟ كانوا فين يعني؟ هل دول 28؟ لا طبعا. بدأت الحكاية بأنه عندنا حادثة زي ما انتم شفتوا كده، حادثة وفيها ضحايا ومصابين، وبدأت كل شوية الأعداد تطلع. فيعني بقول لكم الله يسامح بقى الأخ يوسف، قال لك أنكد عليهم على أساس إن الناس يعني، بس هو ذنبه إيه؟ الراجل جاب لك الحادثة، الدنيا المفروض تتقلب عليها في حوادث زي كده في دول أوروبية، بتروح بقى رئيس الحكومة ورئيس الدولة ويستقيل فيها وزراء، لكن إحنا عندنا أصلا يا جماعة مات فيها كام؟ 24 عادي جدا. بدأت الحكاية اهي، انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية وأنباء عن ضحايا، دي بدأت كده. بعد كده بقى يعني بعد دي كان في الساعة 11 تقريبا، 11 وربع 11 ونص بدأنا نعرف إن في مصابين، مصرع 16 وإصابة، مصرع 16 وإصابة 6. أنا قريت طبعا أرقام غير كده، ال 16 و6 دول يبقى 22، يبقى الميني باص كان عادي. الساعة 12 أيوه هو ده الخبر بقى اللي هو بص القاهرة نفسها إيه، بص ما هو ده بقى اللي أنا اللي لفت نظري، ارتفاع عدد ضحايا طريق اجل منصوره الى 19 غريق و24 مصاب. يعني لو تحسبهم هنا يطلعوا كام يا باشا؟ ده غير الناجين، يعني في ناس ربنا سلمها وطلعت. في ناس ربنا سلمها وطلعت. لكن 19 و24 43 دول ما بين قتيل او شهيد ومصاب غير الناجين، يبقى الميني كان في كام واحد؟ ده انا قلت يا جماعه ده اتوبيس، يعني ما هو الاتوبيس 45 راكب او احيانا 52 لو كان اتوبيس كبير، بس بيقولوا لي ميني باص. طب ازاي ميني باص في اكتر من 50 شخص؟ الصوره قدامي اهي، انا بس الصوره مش راضيه تظبط عشان اشوفه ده ميني باص ولا اتوبيس، بس شكله ميني باص فعلا، مش هيئه اتوبيس. طيب ازاي في اصلا اكتر من 50 بني ادم اهو؟ يعني ازاي طيب راكبين ازاي؟ طبعا انا فاكر الحكايه دي، فاكرها من ايام مصر دي، والله فاكرها. اللي هو مثلا الاتوبيس 24 والطرقه يبقى فيها ايه 20 واحد، فاكر الحكايه دي، وتلاقي اللي هو التباع اللي هي مش موجوده في اي حته في العالم غير عندها في مصر دي، واقف على الباب يقول له ايه، خش يا استاذ الطرقه فاضيه، الناس فوق بعضها كده. انا فاكر المشهد ده والله، فاكره كتير جدا، كنت بشوفه كتير في وانا واقف اركب، الناس فوق بعضيها كده ويقول له ايه، خش يا استاذ الطرقه فاضيه. ليه؟ لانه بلد سايبه، طالما انت بتدي الشاي بتاع السيد الباشا مسؤول الموقف امين شرطه بقى عسكري مخبر بتاع، فخلاص اعمل اللي انت عايزه وانت ماشي بتدي الباشا بتاع المرور اللي انت عايزه. لكن فكره مثلا انه في بني ادم ليه كرسي وبتاع ومفيش حاجه اسمها حد واقف والكلام ده كله، لا الكلام ده مش ده، عند امه يا ادهم الكلام ده. فالحقيقه بدانا وصلنا في الساعة 12 انهم بقوا 19 غريق و24 مصاب، الساعة 1 موقع مصراوي نشر انهم بقوا 20 كل شوية طبعا، الساعة 3 وتلت البوابة نيوز حولتهم ل 22، الساعة 3 ونص المصري اليوم وصلهم للرقم اللي احنا لحد دلوقتي 24 ضحية او شهيد بينهم 6 من أسرة واحدة. والحقيقة ان احنا ده اعتقد ده ميني باص طبعا واضح جدا،
اه واضح جدا طبعا انه ميني باص، وزي ما قلت لكم دي علامه من علامات العجيبه، محدش بيسال في الكلام ده كله، ازاي يركب العدد ده في ميني باص؟ لانه سعه الميني باص يعني مش هنخترع العجله، مفيش ميني باص بيشيل 40 بني ادم او 41 بني ادم. الحقيقه طبعا المساله يعني مؤلمه جدا 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 على النفس، وخصوصا الخبر الاخير ده انه سته من اسره واحده هي تحولت الى سرادق عزاء. والحقيقه مش يعني مش عايز اتكلم كتير النهارده، انا عندي مواد كتيره جدا عايز اعرضها، والحقيقه اللي انا كنت عايز اقوله قلت في بدايه الحلقه بخصوص 11 11، فالحقيقه الباقي انا مش عايز اركد عليك ولا ازيد من كآبتك ولا من احباطك، لكن هي سرادق عزاء، سرادق عزاء واتنصب واطلت عليكم غمه لا تفرجوا، كأن الشيخ سلمان عودة ربنا يفك اسره كان يقرا الغيب. شوف الغمة طالتك في ايه؟ في كل شيء. والله يا جماعة ما اعلم احدا حتى الان يعني مؤيد لهذا النظام او ايد الدم الا واطلت عليه غمة لا تفرج. غمة باي شكل، حتى لو كانت اوضاعه المادية مستقرة تجد حياته تعسة وعنده مشاكل مع ابنه، مش عارف ادمن، مش عارف مراته بتعمل ايه، حاجات كده. ما في احد اعرفه في هذه الدائرة إلا وعنده مشاكل. أطلت عليكم غمة لا تفرجوا. الحقيقة كان من ضمن الأشياء الموجعة على القلب فكرة إن أنت تلاقي أسرة أو ستة من أسرة حصل لهم الكلام ده. خلينا نشوف بقى المشكلة كلها والحاجات الصعبة دي بتاعت الأهالي وهم بيقوموا بالدور على ما تيجي الحكومة. الحكومة مش فاضية بقى. الحكومة كانت سهرانة وتعبانة مش بتقبض على الناس، مقفلة الشوارع طول الليل وجايبين بلطجية عشان يضربوا المتظاهرين. الحكومة بقى فاضية لكم بقى؟ الحكومة فاضية؟ اللي يغرق يغرق. نشوف الأهالي عملوا إيه. اوعوا من العربية، يلا قول له، يلا قول له، يلا يا عم قول له انزل من العربية. قوم صلوا بقى الاصل. ارفع ارفع يا جدع، مش هيقدر يشدوا يا جدعان، انتوا بتعملوا ايه؟ طوله هنا الغاز، طوله هنا لسه. ارفع يا ارفع ارفع. بيربط الحبل يا عم. ارفع يا عم ارفع ارفع كده. طب انت متاكد ان هو كان راكب الاتوبيس اصلا يا حاج؟ مش هو دي، مش لا انت بس مش عارفين ايه المشكله دي. الحقيقه انا بعتذر والله يا جماعه، بس هعمل ايه؟ ودي يعني انا عارف انه مش وقته ومش يومه، بس هعمل ايه؟ ما دي حادثه يعني انت بتتكلم على 24 روح حتى الان.
24 روح زي ما اقول لكم، لو حصلت في دول تانية يعني الدنيا بتقف والله، ولا كانهم دبان. هل رايت احدا؟ الجماعه اللي واقفين دول كانوا بيطلعوا الفيديوهات اللي احنا عرضناها دي كلها، الناس اللي كانوا واقفين يطلعوا الضحايا دول الاهالي. في بقى دوله؟ في حكومه؟ لا. عارف دول لو قالوا ارحل او رفعوا يافطه 11/11 باعتباره ان 12/11 كانوا 3 دقايق وتبقى الامن عندهم. انت واخد بالك الناس دي قلعت ودخلت وعماله تطلع في الضحايا دي؟ انت واخد بالك من الوقت؟ يعني انت مش اكيد مش هتاخد بالك انه مش الاتوبيس نزل الناس دي كلها اتجمعت، ده الاتوبيس نزل والحق وبتاع، يعني بتتكلم في ساعه الا ربع الساعه الحكايه دي. هل رايت مسؤولا؟ عربيه اسعاف، فرقه انقاذ، فاكرين السيسي قبل ال 11/11 بكام يوم؟ فاكرين؟ عشان تعرفوا بس بيتعمل فيكم ايه انتوا ناس غلابه. لما عمل غرفه الطوارئ المهلبيه دي قال لك والحق في غرفه طوارئ تغطي مصر كلها برقم تليفون واحد تتصل بيه يجي لك كل الحبشتكنات مطافي واسعاف. طبعا كان الهدف منها اللي هو فكره غرفه المراقبه دي اللي هي هتقفل البلد ازاي يوم 11/11 عشان الناس ما تنزلش، او اي 11/11. فهذا كان غرفه الطوارئ اللي معموله وراح افتتحها في المقطم والبتاع الحاجات دي كلها. ادي في غرفه الطوارئ، ادي دليل عملي على كذب كل ما يقولوه اهو. حادثه من العيار الكبير جدا، ضحاياها تجاوزوا 24 حتى الان والله اعلم. في حد راح؟ مش معقوله كل دول ما معهمش موبايلات، اللي مش واقفين ما طلبوش الاسعاف او ما طلبوش الشرطه. كل الناس دي فتح لايف وبث مباشر وطلبوا الشرطه. ففين بقى مركز البدنجان اللي مش عارف سموه ايه اصلا، غرفة الطوارئ ولا مش عارف ايه؟ هو بيكتب عليك طول الوقت. الهدف منها ان انا زي ما قال قبل كده افرد الجيش في 6 ساعات. الجيش مش نازل دلوقتي، الجيش سحب ايده لبسها للامن الوطني. افرد بقى البلد ازاي واقفلها ازاي بالبلطجية والمخبرين وبياعين الفاكهة اللي انتشروا في الدنيا كلها. انا شفت صورة تموت من الضحك امبارح على الفيس، واحد من بتوع عربيات الفاكهه وواحد بزي عمال النظافه ومقابلين بعض، خدوا بعض بالحضن. ما طبعا انت ايه اسم، انت جاي من الاسم التاني، بلد كلها اترشقت كده. فدول بقى يتسابوا يولعوا. بقولك لو هتف واحد فيهم بس ارحل ولا استغل، ما طبعا المصريين عندهم دم مش هيستغلوا ناس ميته عشان بس بقولك لو فكر ازاي يجيب البوليس يجيبه بالطريقه دي. والاب المكلوم اللي انتوا شفتوا صورته ده اللي بيدور ماسك بنطلون ابنه او حاجه بتاعت ابنه، ناس طبعا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلبه يعني، والا يعني يري احدكم مثل هذه الاشياء. طبعا الاتوبيس ده كان غالبا اتوبيس طلبه جامعه يعني، فتخيل ابنه ده الطالب الاب يعني، نسال الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلبه. انا يعني انا مستشعر والله، مستشعر وقفته دي كانه جاب اللي هو بيدور على ابنه، على بقايا ابنه. هيطلعه جثه ولا مصاب ولا هيلاقيه ولا مش هيلاقيه ولا ايه بالظبط؟ في بنطلون اللي فيه. انا عارف والله يا جماعه انه مش وقته وعارف انه مؤلم، بس هعمل ايه طيب؟ دول الستة اللي من اسره واحده. دول مش دول الستة، دول الصوت الضحايا زي ما اقول لكم، لانهم معظمهم طلب الجامعة، كان اتوبيس جامعة اصلا. دول اتوبيس يعني زي ما انا عرفت انه اتوبيس جامعة. فدول الصور المبدئية والاولية للضحايا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم وان يربط على قلوب ذويهم. طيب نشوف بقى شهادات من الناس اللي هي كانت هناك. دول الستة لما الاسره واحده الحقيقه يعني، انا طبعا ما اعرفش ايه الاسره واحده، بس يعني واضح انه مثلا ولاد عم ولاد خاله اخوات فيهم. انت عارف يعني ايه 6 شباب يروحوا من اسره واحده في يوم في لحظه؟ يعني ربنا يغفر لهم ويرحمهم والله، ولا هتملك ايه ولا حتى الدموع تجيب معاهم نسيج.